السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. اليوم غادي يكون عندنا يعني نموذج من الفروض الثالثة ديال مادة الفيزياء بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي الدورة الأولى. غادي نخدموا إن شاء الله هذا النموذج هذا، إذا نعطيكم فكرة عليه قبل ما نخدمه. باقي يعني الفروض الثالثين أو الثاني اللي غتحتاجوهم أو الدروس غنخليهم لكم دائما أسفل الفيديو. غنخدموا مجموعه من النماذج لان كاين اللي باقي مأخر في الدروس، باقي يعني في لا تمبيراتور اي لا شالور، باقي ما دخلش مزيان في السيباراسيون ديال لي ميلونج، باقي يعني كاينين الفروض اللي فيهم السيباراسيون ديال لي ميلونج وكاينين الفروض اللي ما فيهمش. اذا غنحاولوا ننوعوا على حسب كل واحد فين وصل في الدروس. اذا غنبداو ليكزيرسيس 1. ريبوندر بار فري او فو، لو اي لويل سون دو ليكيد ميسيبل، يعني ان الماء والزيت هما جوج ديال السوائل قابله للامتزاج. ميسيبل يعني قابله للامتزاج، هنا سي فو خطا، غير قابله للامتزاج. لا فيزيون اي لو باساج دو ليتا سوليد ا ليتا ليكيد، الفيزيون انصهار هو المرور من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، اذا هنايا صح سي فري. لا تمبيراتور دان كور اوغمونت سيل روسوا دو لا شالور، قالك ان درجه الحراره كتزاد الى استقبل الحراره، اذا سي فري صافي. امتى كتطلع تتزاد درجه الحراره؟ الا اكتسب سيل روسوا دو لا شالور، سيل سيد دو لا شالور الى يعني فقد الحراره ديالو ف سا تمبيراتور ديمينو. لو فوليوم دان كور سو كونسيرف او كور دو لا فيزيون اي دو لا سوليديفيكاسيون، قالك الحجم ديال واحد الجسم ينحفظ خلال الانصهار او التجمد. مثلا غناخذو الماء، الماء الا جمدناه واش لو فوليوم سو كونسيرف، كنحافظو على نفس لو فوليوم بطبيعة الحال؟ لا سي فو، كيتزاد لو فوليوم وملي كينصهر كيعاود يرجع للفوليوم الاصلي اللي كان فيه. شنو الحاجه اللي ما كتبدلش كي سو كونسيرف؟ هي لا ماس، الكتله سو كونسيرف بوندون لا ترانسفورماسيون فيزيك، خلال التحول الفيزيائي تنحفظ الكتله لانها لو نومبر ديال لي بارتيكول ما قصناش، عدد الجزيئات ما تقاسوش، داكشي علاش لا ماس سو كونسيرف. كومبليتي لي فراز سويفونت بار لي مو سويفون، هنا لي مو ما عندناش، اذا غنزيدوهم حنايا ماشي شي حاجه اللي بسيطه، خاصنا يكون عندنا هوموجين هيتيروجين. ترمومتر ان ميلونج اي تان ميلونج دون لوكيل اون نو ديستينغ با ا لوي نو لي كونستيتيون، قالك هو هذا الخليط اللي كندويو عليه هو واحد الخليط اللي فيه ما كنميزوش اون نو ديستينغ با ا لوي نو، بالعين المجرده المكونات ديالو هو لو ميلونج هوموجين، سي لو ميلونج هوموجين. Un mélange est un mélange dans lequel on distingue les cadres miso à l'aqal juge de moukawinat idan hétérogène. Hétérogène. Un sert à repérer la température d'un corps ou le thermomètre. Le thermomètre. هو اللي كيخلينا نحدو القدر ونحدو به درجة الحرارة. Classez les mélanges suivants dans le tableau. L'eau de robinet, l'air, eau plus sel, او بلس ويل، او بلس سابل، او بلس لي، فين هما لي ميلونج هوموجين، فين هما لي ميلونج هيتيروجين. بالنسبة لو دو روبيني سي تان ميلونج هوموجين، علاش؟ لأن ما كنقدروش نميزو بين المكونات ديالو. لو دو روبيني. بالنسبة لاغ الهواء سي تان ميلونج اوسي هوموجين، لأن ما كنقدروش نميزو، شفتو الهواء عبارة عن خليط ولكن ما كنميزوش. او بلس سيل، لو سيل اي سوليبل دون لو، الملح قابل للذوبان في الماء، اذا غيعطيني ان ميلونج هوموجين. او بلس سيل، او بلس ويل سو سون دو ليكيد نون ميسيبل كما شفنا، اذا غير قابل للامتزاج، اذا غيعطيونا ان ميلونج هيتيروجين. او بلس سابل، كذاك لو سابل ني با سوليبل، ان سوليبل دون لو يعطينا ميلونج هيتيروجين. بلس سابل او بلس لي، اذا غادي ندمجو غيعطونا ان ميلونج هوموجين. ليكزيرسيس 2 لا لي زيتا ديال لا ماتيير. كومبليتي لو شيما بار لي مو سويفون، فابوريزاسيون كوندنساسيون فيزيون سوليديفيكاسيون سوليد ليكيد غازو، اذا هنايا عندي ليتا سوليد و لو باساج من ليتا سوليد، هنايا عندي ليتا ليكيد، هنا عندي ليتا غازو. إذا لو باساج من ليتا سوليد ليتا ليكيد، إذا هي لا فيزيون، ومن ليتا ليكيد ليتا سوليد، إذا عندي سوليديفيكاسيون، سوليديفيكا
vaporisation. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. Vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la condensation, la liquéfaction. Condensation. C'est quoi tout? L'exercice ou la question 2. On considère le schéma suivant. On a un thermomètre. Donnez le nom de l'appareil représenté sur la figure et d'un certain thermomètre. Thermomètre. Déterminez la valeur de la température indiquée par cet appareil. La brinane harfou d'arrêt de harara, si on a harf tédrija, chel ketsewi. قبل ما نحدد خصني نحدد التدريجه ديفيزيون شحال كتساوي. اذا اش كندير؟ كناخذ جوج تدريجات متابعين معهم الترقيم ديالهم، اذا 40 30 كنقصهم من بعضياتهم وكنقسم على عدد التدريجات. شحال عندي هنا؟ 1 2 3 4 5. اذا هي 10 على 5 هي 2. اذا كل تدريجه 2، اذا هنا 30 1 2 3 4 في 2 هي 8. اذا 38 دوغري سيلسيوس. اون شوف الليكيد، سخنا واحد الليكيد واحد السائل. كومون فاري لا تمبيراتور دي ليكيد بوندون لو شوفاج لو شوفاج عفوا. اذا كيفاش كتغير درجه الحراره خلال التسخين؟ واش اوغمونت او ديمينو؟ اذا غنديروا لا تمبيراتور تمبيراتور اوغمونت. جوستيفي لا ريبونس. علاش il augmente؟ parce qu'il reçoit de la chaleur pendant le chauffage. يعني كيكتسب الحرارة خلال التسخين. car il reçoit la chaleur ولا de la chaleur. نقدر نكتفيو هنايا وممكن نزيدو pendant le chauffage. On ajoute de l'eau froide à ce liquide. Comment varie la température après cette opération? Augmente ou diminue? Je ne dis pas que c'est la température diminue. Pourquoi? Justifier la réponse car il cède de la chaleur. Donc, il perd la chaleur après l'ajout de l'eau froide. Je vais indiquer le liquide. Le liquide cède de la chaleur après l'ajout, بعد إضافة من الverbe ajouter, de l'eau froide. Exercice 3. Ta maman a sorti du congélateur une bouteille contenant de la glace de masse 100 g et de volume 110 cm3. Après un moment, ta maman a remarqué que la glace a fondu et que son volume a varié. قالك الام ديالك جبدت واحد القرعه من الثلاجه اللي مجمده، الكتله ديالها 100 غرام والحجم ديالها 110 سم3. من بعد واحد المده شافت ان لا غلاس داب الثلج داب والفوليوم varié, تغير. Donnez la définition de la fusion. شنو هو التعريف ديال لو فيزيون؟ هو لو باساج. La fusion et le passage هو المرور من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. De l'état solide à l'état liquide. Quelle sera la valeur de la masse de la glace après sa fusion? Justifiez la réponse. قالك شحال غتكون الكتلة ديال هذيك الكلاص بعد ما ذاب؟ justifiez la réponse. اش قلنا على الكتلة؟ الكتلة ما كنقيسوهاش. La masse se conserve. إذا la masse إذا sera 100 غرام. M est égal 100 غرام. car la masse se conserve. كنحافظ. conserve pendant la fusion ou la transformation physique. Pendant la fusion. Imagine pendant la fusion ou la pendant la transformation. Transformation physique. Quelle sera la valeur du volume parmi les valeurs suivantes? شحال غادي يولي الحجم ديالو؟ واش 100 سنتيمتر مكعب، 110 ولا 120؟ هو شحال كان؟ 110 نقص، اذا ما يبقاش 110 وما غيوليش 120 نقص، اذا الفي ديالو الفوليوم غيولي 100 سنتيمتر مكعب. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفرض هذا وتوضحت لكم شي امور اللي ما كانتش موضحه. نتلاقاو ان شاء الله مع نماذج فروض ثالثه ان شاء الله بالنسبه للمستوى الاولى اعدادي.
فيزيك كيمي تنتمي.